هلا هي كيف صارت القصة؟ جيت أنا على المحل، عندي محل حلويات وصالون حلاقة، نعم وعندنا محل برادات وغسلات، في إخوتي يعني بالمبنى نفس الليل، وخي نعم. عنده محل بسكلتات، يعني بيبيع بسكلتات وبيأجر بسكلتات. ده قال لي أنا تبع السكر دايما، مثلا ده قال لي بكير، والله لطف منيح، ده قال لي يعني الله بده يعملها مع الناس. جاي على المحل، حتى انه اول مره بيجي بكير يعني على المحل. ساعتها كانت الساعة تقريبا شي 8 وشوي يعني، نعم. يعني نحن متعوق شوي لحتى وصلت على المحل على 10 تقريبا. شو صار؟ دقيت لخيي قلت له بلكي بتلاقي انت، قال لي لا تعال انت احلى. نعم. طلع هو من الشقه، هو ساكن بالبنايه بالمبنى، طلع هو من الشقه واجا فتح محلات عنده، وجيت انا عم بفتح المحلات. قعدت هيك عم بتطلع بالواجهه عندي بالمحل بالصالون الحلاقه قبل، لقيت الازاز مشقق. هلا انا قلت معقوله حدا ضرب لي الواجهه وكذا، قلت يلا بعين الله شو بدي اعمل، الا طلعت بالازاز الثاني كمان عم يتشقق نفس هداك نفس عم بصير هيدا الشيء. ايه عم بيطير. اوكي. هلا الا بعد شوي، بعد شي 5 دقائق، هلا انا قلت معقوله انه الواجهه بها شيء حدا ضرب فيها، انه بعد شوي صرت اسمع بالبلاط عم بيطرطق البلاط. لا حول ولا قوة، يعني شو القصة؟ طلعت لبرا لقيت عند العمود عم يطلع منه تراب و نعم ويعني وبدك تقولي مثل غبرة، غبرة تراب عم تفقع. بلشنا نعيط. هون اجى ببالك احتمال زلزال؟ انه خلص انه او لا دغري عرفتوا انه المبنى هو المتصل؟ يعني من بين القصة انه شيء مش مزبوط ابدا وركز بمكان يعني فقع البلاط انه يعني هو عندنا احنا اول طابق. هلا الاخر طابق الفوق يعني يمكن ما معه خبر، هي بتبلش من تحت، اذا اي شيء بده يقلب او اي شيء بده يقلب من تحت بالاول ببلش من تحت. عرفتوا انه المبنى عم بصير فيه عرفنا المبنى عم ينهار، والعالم صارت تصرخ وتركض العالم، وناس عم تصور يعني في صور أكيد. فيديوهات كثير من البيوت. صرنا نعيط للناس لحتى نزلوا، في عالم صرت نعيط لهم نقولوا طولوا بالكم شو في، معقول شو في، لو عم تضحكوا علينا ما يصدقونا. يا عمي رح تنزل فينا البنايه، رح تنزل، لو عرف لو واحد بيعرف انه البنايه بدها تنزل ما كان شيل اغراضه. عندنا اغراض، عندنا برادات، غسالات، تلفزيونات. نزلت العالم بلا شيء. نزلت العالم. قد ايه مدة الاخلاق كانت استاذ ماجد؟ مدة الاخلاق يعني بتجي شيء 10 دقائق كلها على بعضها كانت 10 دقائق يعني العالم. ايه في ناس وهون بهيدي الاثناء كان المبنى عم بعده يعني شوي يعني بعده عم يتردد بعد ما صار الانهيار القوي. في ناس طلعوا من الشباك فوق بشقه، طلعوا من الشباك على سطح ثاني، نطوا من الشباك على البنايه الثانيه لانه نحن شفنا ايضا قرص الباب عندهم. قرص الباب. نعم. اجى ناس ساعدوهم كشباكهم ما فيش له شبك، نطوا على البنايه الثانيه. قال لهم ما له شبك، نطوا على السطح الثاني. شفنا نحن انه البنايه ملاصقه للبنايه ونزلوها يعني. برجع لعندك ماجد. علاء حمية، انتو كم شخص كنتوا بالبيت؟ حضرتك عندك شقة او شقتين بالبناية؟ شقتين. نعم. على التالت. نعم. وعندي تراس على السطح لفوق. هي اللي بينت بالصورة التراس الفوق. نعم. ضل مثل ما هو. انتو كم شخص كنتوا بلحظة الحادثة؟ انا وجوزي وابني وفي بنتي وولادة اثنين واختي جاية من البقاع ضايفة عندي كمان. نعم.